مش خالعك من المرض. طول عملية 160 فريه. أنا ماشي 160 يا خسرت عليها دابا خدت خريبة جبت المليون خسرت عليها. وأنا الحالة ديالي ما تخلينيش نقدر ندير هادشي. المهم هاد 160 فريه غير باش يديروا باش يخرجوا لهذا المرض ويحلوه. التحليل عوّل على 2000 درهم. والتحاليل ديال العملية وعاد زيد المصاريف ديال العلاج ديال هذا المرض مصاريف مكلفة. ما عنديش أنا باش غادي نسير هذا المرض ديال هاد السيدة هادي تنطلب من خوتي باش يعاونوني. اليوم بحال هكا غدا بحال هكا يوميا بحال هكاك صافي حالتي غدا كنضعف ماقدرش نوض الناس كتبقاش تطلع ليا كنغيب كيهزوني يديوني للسبيطار ديال الاكسجين كنرجع عاوتاني هكاك نفس الحالة صافي مكنوضش. ملي مشيت هذا الطبيب الاخر ولي خرج ليا السكانير ملي ديتو ليه عطيتو ليه قال لي بنتي بعدي منخبي عليك غيرها هي انا مرضت ما كنتش غير كنتصور غادي هذا المشكل غادي يكون ديال لا قول لي دكتور ويقول لي راه كاين عندك هذا المرض ضروري هي بنتي لقيتي تزربي اليوم قبل غدا مستعجل هادشي ولا مشيتي بنتي للسبيطار ديال المخزن غيبقاو يجرجروا فيك بزاف ويكرفصوك الا لقيتي اللي يتعاون معاك لقيتي شي حد كيتعاون معاك زربي بنتي طالي براك هي سيري اللي فصيفطني على الدكتور ملي مشيت عندو داكشي اللي قال لي قال لي خصك ضروري غنديروا لك العمليه باش نفسوك بعد هنا بقاش الاكسجين ولي يطلع لك الراس وداكشي اللي ورا الحرق باش نحيدوه ونصيفطوه يتحلل في اقرب وقت. الثمن ديال العمليه؟ قال لي 160 160 قال لي خصك تشوفي البناش تخلصي لي الفيزيتا داكشي اللي نحيدو لك ديري يتحلل وديري التحاليل ديال الفتيح قال لي توجدي هادشي يجي من غدا وانا ما لقيتش كنطلب من خوتي المحسنين الا كانت شي مساعده اللي بغى يتعاون معايا ما يعطينيش فلوس يديني ويتكلف ليا بهذه العمليه الله يجازيهم بخير. 160 ألف اه 160 ألف. خوتي السيده الزوجه ديالي خمس شهور وانا تنعاني معاها ولات تغيب ليا مره في السيمانه هزيتها للاطباء عطوني واحد الليريم درته لها على الراس قال حكيت الراس فيه شي حاجه ملي درنا لها داك الليريم على الراس قالك الحمد لله الراس ما فيه والو صيفطني على الطبيب ديال مول القلب قالك حنا الاكسجين ما تيطلعش من القلب للراس درنا حتى هو عطانا حتى هو درنا له الراديو الكبير درنا التحاليل قالك الحمد لله ما عنده والو صيفطونا عند مول الجهاز الهضمي مول الجهاز الهضمي اخوتي حتى هو قالك ما عندها حتى شي حاجه المهم عانيت معاها تنجري التحاليل الدواء شري هادي وانا الحاله على قد الحال انا بائع متجول تنبيع الخضره يلاه مكافيه مع المصاريف ديال الوليدات الحمد لله. المهم السيده بقات تدهور اليوم على غدا اليوم على غدا ولات تغيب كل نهار تقريبا تنهزو 4 سوايع مغيبه اكسجين تنبقاو مع اطباء يعانيو معاها ملي تتولي شويه تنهزو نجيبوها للدار ويوميا تتكرر نفس يوميا يوميا يوميا. والمهم هنا اخوتي على قد الحال تقهرنا حتى واحد السيده حنا قالت عاود نديك مع واحد الطبيب راه هو اللي غادي يقلع على المرض ديالها مشينا عند الطبيب قلب لها هنا قالك عندها شي حاجه في الوجه ديالها عطانا واحد السكانير درناه ليها ملي درنا السكانير قالك اودي ما كاين ما نخبي عليكم السيده راه عندها المشكل هنا راه فيها داك المرض هنايا وفي الحلقه ديالها المرض السرطان شك فيه قالك هو اللي غيكون عنده واللي يدير لها هادشي ارجو ديروا لها هاد العمليه باش نحلوا لها هادشي اللي عندها نحلوه في اقرب وقت. وانا خوتي ما على قد الحال ما قدرتش ندير لها العمليه التجأت لخوتي المحسنين الى كان ممكن شي اخ او اخت يديرها بحال خشو ويساعدها ويتكلف لها بهذا العلاج ديال هذه العمليه. انا ما باغي لا فلوس لا والو غير شي اخ هو يتطوع ويجي عندها ويدير لها هذه العمليه ما يعطيني لا فلوس لا شي حاجه. المهم هو السيده تنوض الوليدات عندها 4 الوليدات الصغير فيهم عنده 4 سنين ووليداتها باقي متعلقه بها الصغير تيبقى يبكي عليها يوميا ماما غتموت وتخليني ماما غتموت وتخليني والكبار ما بقاوش يغيوش المدرسة ولو يعني ديال داك سمعوا هذا المرض الخايب قالوا فمي يعني غدا وبتغدا غتموت ولو يعني ما بقاو باغيين يقراو ما بقاو باغيين والو انا الخدمه ما بقيتش باغي نمشي لها كاع يعني وليت نشوف السيده غادي تضيع الوليدات غيبقاو عندي انا ما انا ما نقدرش نعطيهم داك الحنان ديال الام والام هي اللي هزاهم ومتعاطفه معاهم جاره من عندها وتنتمنى يا ربي انا السيده ها هو المرض هو فيها ما عندنا ما نديرو امر الله قدر الله ما شاء فعل ما عندنا ما نديرو وتنحمد الله وتنتمنى يا ربي شي اخ او اخت يتعاطف مع هاد السيده
ويتكلف له بهذه العملية إلا كان ممكن. الله يجازيكم بخير، الله يطول نفع عمركم. هادشي اللي غنقول لكم. خمس شهور ولا بحالك، مكنقدرش نوض، مكنخرجش للزنقة. لا ما عالم والو، كنت انا مكلف وخدت مع خوتي وخدت مع المهم يعني ساعدوني خوتي، والشي اللي كان عندي خسرتو عليها. لا يلا يلا مكلف في عمل الماكله والمعيشه ديال الوليد. عندي اربعه الوليدات، جوج شي قراو في الاعدادي، الدري كبير راه كان نجح في الباك، والدري هي الدري الصغير عنده ربع سنين تيقرا في الروض. يلا مكافي مع هذا خاصو هذا خاصو هذا خاص، يعني لك شي لا تصورت قريب واحد 100 درهم ولا 80 درهم 70 درهم في النهار. يلا ما تكافاش على المصروف ولا جيت تتابع المرضى خويا، الله يحسن العون. انا ما عنديش، بغيت زعما نشوف ندير العمليه وربي اللي شوف علاش وليداتي. طلب منهم يساعدوني، وقفوا معايا تندير العمليه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.